مرحبا، معكم جورجات مغبغب، أخصائية بعلم النفس. اليوم بدنا نحكي عن الفوبي أو الرهاب. في عنا كتير أنواع فوبي: فوبي دي هوتر أو أكروفوبي، فوبي دي كفار، كلوستروفوبي أو فوبي دي زاندروا كلو. في عنا كتير أنواع فوبي. فوبي بتظهر لما يتعرض الإنسان لتروما معين، تظهر فجأة. مثلا خلينا نحكي عن فوبي دي هوتر أو رهاب من المرتفعات. مثلا بيكون واقف شخص بمكان عالي، حدا دفشه مثلا وكان قلب، مثلا عم نعطي اكزامبل، بيعمل تروما على الخبرية وممكن بين عنده فوبي. اي متى فينا نحكي عن فوبي؟ لما تبلش يدوم هيدا الخوف او هيدا الرهاب اكتر من سيموا. بصير الانسان اللي عنده هيدا الفوبي اذا قرب من اماكن مرتفعة بيسكر كيبه، بيعرق، بيكدوا العرق، دوخة، دشة برد، اوقات اوقات نوزي، بصير يتفادى يقرب على الاماكن المرتفعة. كيف فينا نتخطى هيدا الفوبي؟ في عدة طرق، منا الإيبنوز، منا البسيكوثيرابي، منا ثيرابي كوجنيتيف. في كتير طرق تنتخطى هيدا الفوبي. من الطرق الناجحة هي انه نعرض الانسان شوي شوي، نخليه يتخطى خوفه، نخليه يواجه هيدا المخاوف بس تدريجيا، مش دون فاسون بروسك. يعني نخليه شوي شوي يقرب على اماكن مرتفعه. اول مره نخليه يقرب نتفه، بعد تاني مره يقرب بعد اكثر شوي. بهيدي الطريقه نخليه يواجه مخاوفه ويتخطيها. خلينا نحكي كمان عن الفوبي دي زاندروا كلو او كلوستروفوبي. مثلا انسان طالع بالاسانسير انقطعت فيه الكهرباء لوقت طويل، تقدروا رجعوا زبطوه وطلعوه من الاسانسير، قعد فتره طويله بالعتمه باندروا كلو والاسانسور، عايش هالخوف بتخلق عنده الكلوستروفوبي. بصير يتفادى يطلع بالاسانسور، واذا مجبور ولحق وطلع بالاسانسور ببلش يحس بخوف رهيب، بكده العرق، دقات قلب. في عنا كمان فوبي دي كفار او من الصراصير. كمان مثلا نايم بالتخت طلع له كفار تحت الحرام، مثلا بصير يعمل فوبيا على الخبرية، كل ما بده يطلع على التخت بده ينفض كل الحرامات تيأكد انه ما في شي تينام. هول الفوبيات بتخلق لكام من بعد ما تروما او اكسيدون معين صار معنا بالحياة بتبين الفوبي. ومثل ما قلنا في عدة ثيرابيات، عطول نتيجي لكاونسلرز، لبسيكوثيرابوت. في عدة طرق بيساعدونا انه نتخطى هيدي الفوبي، نواجه مخاوفنا ونتخطيها. مين منا وما عنده مخاوف بحياته، ما قطع بظروف بشعة تخلق له مخاوف بحياته؟ المهم ما نستحي انه نطلب المساعدة من اخصائيين. اخصائيين بيقدروا يساعدونا انه نتخطى هيدي المخاوف. ومثل بكل حلقة بحب اذكر الاولاد، ضروري نربي اولادنا بطريقة ما فيها خوف وما فيها قلق نفسي. يعني مثلا اذا انا عندي فوبي دي كفار، مش اذا شفت صرصور قدام ابني اصرخ بالقلب واعمل بانيك قدامه، لانه هو انكونسيامون رح يصير كل ما يشوف صرصور رح يخاف هو تلقائيا، لو انه ما صار معه شيء، بس لانه امه خايفة من الصرصور. فنشد على حالنا ونقوى ونقوي ولادنا. هيدي نصيحتي للأهل.